وتقوم القوات الجوية بمهام عدة. دخول الآن الكتل الجوية من أمام المنصة، تتقدمها طائرة الأيواكس، على يمينها ويسارها طائرتين F-15 وطائرتين تايفون تابعة للمملكة العربية السعودية. يليها كتلة جوية مكونة من طائرات MRTT طائرة حديثة للتزود بالوقود، يرافقها طائرات F-16 المملكة الأردنية الهاشمية وF-5 لمملكة البحرين. الكتلة القادمة لطائرة K3 للتزود بالوقود، يرافقها طائرتين من F-15 الدفاعية وطائرتين من F-16 التابعة لجمهورية مصر العربية. التشكيل القادم سيكون من طائرة C-130 يرافقها تشكيل قتالي من طائرات ميراج 2000 القطرية وطائرات التورنيدو للمملكة العربية السعودية. في لوحة تعبر عن مدى التلاحم والتنسيق الجوي المتقن. ومن على يسار المنصة دخول تشكيل من الطائرات العمودية من مختلف الأنواع. يقودها تشكيل ثلاثي من طائرات بلاك هوك الصقر التابعة للقوات البرية، مهمتها نقل الأفراد داخل معدات العمليات وتزويد القوات المسلحة والذخيرة في أرض المعركة. يليها طائرات 406 طائرات الملاحظة. يليها تشكيل خماسي من طائرات الأباتشي المقاتلة. يليها تشكيل رباعي من طائرات بل 212 التابعة للقوات الجوية للدول المشاركة. وسيليها تشكيل ثنائي من طائرات سوبر بوما التابع للقوات البحرية، وهو نوعين F-1 وM-1. ومن مهامها القيام بالعمليات القتالية ضد الأهداف السطحية البحرية وإسناد سفن قوات الدول المشاركة في عملياتها القتالية في عرض البحر وتمرير المعلومات إلى مركز القيادة والسيطرة بالأساطيل وعمليات الإسناد البحري، وهي مزودة بصواريخ الإكسوست ذات القوة التدميرية العالية. الآن دخول طائرة الأباتشي من على يسار المنصة. تتميز طائرة الأباتشي بأنها مروحية هجومية عالية التسليح ذات ردود أفعال سريعة، وبإمكانها أن تهاجم من مسافات قريبة أو في عمق المعركة، بحيث تكون قادرة على التدمير والإخلال بقوات العدو. ومن المهام التي تسند إلى هذه الطائرة تدمير الدبابات وغيرها من الآليات المدرعة، وكذلك إسناد نيران ضد الأفراد بعد تزويدها بالأسلحة المناسبة.
وكذلك تدمير التحصينات والنقاط المنيعة، والقتال جو بعد تزويدها بالمعدات الملائمة. تستطيع الطائرة الهجومية الصمود في أرض المعركة لمدة طويلة من خلال ابتعادها عن المدى المؤثر لأسلحة العدو المتفوقة، والقدرة على رمي النيران الغير مباشرة من خلف ساتر، إما بالاشتباك مع الهدف مباشرة أو بتوجيه من طائرات الاستطلاع العمودية الأخرى. وقد أثبتت الأباتشي نفسها في ميدان القتال الفعلي، حيث أثبتت أنها مروحية قادرة على البقاء في ساحة المعركة بالرغم من إصابات مباشرة بقذائف RPG المضادة للدروع. وهي مجهزة بأنظمة قادرة على إدارة العمليات القتالية أثناء الليل وكذلك في مختلف الظروف المناخية، وكذلك بواسطة الأشعة تحت الحمراء والمركبة في خوذة الرأس للطيار. يقوم الآن طيار الأباتشي بالمرور من على يسار المنصة إلى يمينها لأداء التحية. دخول طائرتان مقاتلتان الآن. لعمل مناورة جوية حية. تشاهدون الآن اشتباك مباشر بين طائرة التايفون وطائرة F-15 الدفاعية. ويبدأ هذا النوع عادة من الاشتباك القتالي عندما يرى كل طيار الطائرة الأخرى بالعين المجردة، وكتكتيك جوي مقاتل للفوز بهذا الاشتباك يحاول كل طيار أن يضع طائرته خلف الطائرة المعادية التي أمامه. وتعتبر طائرة التايفون هي الأحدث في الطائرات المقاتلة ومن الجيل الرابع، تحتوي على نظام إنذار وحرب إلكتروني متطور جداً، حيث أنه قادر على الاستجابة التلقائية للعدائيات الأرضية والجوية في نفس الوقت، وتحديد الأكثر عدائية. وها هي الآن تحاول أن تفوز بالمعركة. تغادر الطائرتان الآن عمودياً، ومن على يسار المنصة دخول تشكيل ثنائي من طائرات F-15 الدفاعية.
يليها تشكيل ثنائي من طائرات التايفون التابعة للمملكة العربية السعودية. يليها تشكيل ثنائي من طائرات F-16 التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية. طائرات F-5 التابعة لمملكة البحرين. طائرات F-15S متعددة المهام. طائرات F-16 التابعة لجمهورية مصر العربية. وفيما تهم الطائرات المقاتلة الآن بالابتعاد عن أرض المنصة ومن خلف المنصة، دخول طائرة لعرض جوي انفرادي من جمهورية باكستان الإسلامية بعد دقيقتين. من نوع GF-17 الملقبة بالرعد، وهي طائرة تصنيع تعاوني مجتمع بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية. تمتلكها القوات الجوية الباكستانية فقط، وهي طائرة هجومية ودفاعية في نفس الوقت ذات محرك أحادي. وهي قادرة على الطيران العالي والمنخفض جدا، وتستطيع حمل صواريخ جو-جو بعيدة المدى. ولديناميكيتها الخاصة تقوم هذه الطائرة بالطيران على سرعات منخفضة، حيث تستطيع التسارع من السرعات البطيئة إلى سرعة اختراق الصوت خلال ثواني فقط. ونظراً لتصميم أجنحتها الخاص، فهي قادرة على الالتفاف السريع لكسب معركة القتال الجوي المشترك. تتعدى سرعاتها العالية سرعة الصوت بمقدار 1.8.
يقوم الآن الطيار بوضع طائرته في الوضع المقلوب. كان أول رحلة اختبار لهذه الطائرة عام 2003 ميلادي، ومدى هذه الطائرة 3480 كيلومتر، وقد دخلت الخدمة في القوات الجوية الباكستانية عام 2007 ميلادي كأول عقد متعاون بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الإسلامية الباكستانية. وفي عام 2009 ميلادي تم استقطاب عدد كبير من هذا النوع حتى بلغ أكثر من 60 طائرة متوزعة على 4 أسراب قتالية. وتعد طائرة JF-17 من الجيل الرابع من الطائرات الحديثة. وهي تستخدم أنظمة ملاحية وحاسوبية حديثة تمكنها من التفوق في المجال الجوي. يقوم الطيار الآن بعزف طائرته بالطيران بسرعات منخفضة. الطيارين من جمهورية باكستان الإسلامية يحضرون طائرة الرعد الباكستانية إلى رعد الشمال، مشاركين أخوانهم من جميع الدول المشاركة في لوحة تعبر عن التضامن والتصادق الأخوي. يقوم الطيار